ما عليك من انت هذا خربوط ما يعرف شيء. من هالصوت انت يا شو يسوي يا 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 الحبيبة؟ طيب قم 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 قم، ما حد يلس على كيف على خشبة المسرح اللي ياخذ الاوامر مني انا، فهمت ولا لا؟ انا ما بدي الثاني ان شاء الله. هذا ياسي باغم على منو؟ خالي قم بارك الله فيك، ما يصير تقعد يا ابوي. انا ريال كبير ما في شد على الوقفه في الديسك ورويلات تعورني، ما اقوم انا، ما اروم. طالع والله هاي ما يبغى يقوم ولا كان يبغى يفهم الرمسة. حميد شوف لي شو قصته هذا، انبع ابن الشغل خليه يطلع برا ولا خليني اطرد الحينه. هذا جيل الحياه لا يكون يعرس باغم علي انا اذا ما خاب ظنيه. يا الله ساعدوني. بيود اقول اخوي اشوفك كبرت وخرفت وقاموا الصغاري يلعبوا بك لعب سويت شخالت ايديهم. سعيدك طلع الشر وتخلي الشيطان الحين يركبني انا، حرام ما يابت امه هذه يخليني انا كذي ولا يخليني انا لعبه. وين خياسي الخاسرين وينن؟ ما يبناهن قالوا لنا ليوه. ايش حق خيازريين ندوك السيف وعش لراسه وفكنا منه. انا هذا السيف ما اعرف له، متعود على الخيزرانه، حرام يبتوا الخيازرين هني لا ضرب ضرب لا ما يغدي ريال وشتد عوده.